떨어 가리니. تمام سيدي. فاروق، انت تروح تسلم متعلقاتك كلها لزميلك جلعاد يوسف. ليه سيدي؟ هو انا عملت حاجه غلط؟ انا بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه وبحاول اثبت كفاءتي في مكان مهم زي ده. فاروق، انت ليه بتحب تتكلم كتير؟ بحاول افهم سيدي. انت عليك تنفذ الامر وبس، مفهوم؟ تمام سيدي. فاروق، تمام سيدي. عايزك تيجي بعد 4 ايام هنا علشان تستلم خطاب الشغل الجديد بتاعك. شغل جديد؟ مبروك فاروق، تم اختيارك رسميا للعمل في الموساد. الموساد؟ بداية أحب أهنيك على النتائج اللي حققتها في علاقتك بكورال سيمون. يا ريت يا سيد إسماعيل كل العمليات اللي بعملها تكون حلوة كده زي بورال. طبعًا أنت يا بروف بتموت في العمليات اللي شبه دي. ها؟ بورال دي أصلًا أنا مش بعتبرها واحدة ست. دي زي ما تقول المادة الخام للأنثى. حلوة، جميلة، ذكية، ناجحة، كل الحاجات دي على بعض. مش كده وبس، كمان في مكر ودهاء وبير اسرار. باختصار داهيه. المهم انا نفسي اسمع اخبار تفرحها. هي لغايه دلوقتي بتعتبرني اقرب صديق لها، عشان كده بتتعامل معايا عادي جدا وبدون اي تكليف، وده هيساعدني في مهمتي كتير. المهم الحذر يا بروف، انت لسه قال بعضمة لسانك انها داهيه. ما تخافش، انا عامل حسابي على الحكايه دي كويس قوي. وباقي اصدقائها؟ جنرال ادان رافائيل، سارجنت لينا روكمان، وباروخ او ابو عياد زي ما بيحب ان بورال تناديله، وده شاب يهودي كان عايش في مصر، يتقرب لبورال وبعديها بوقت قصير جدا كان قدر يتقرب اكتر واكتر للجنرال. تفتكر يا بروفيسور المجموعه دي ممكن الاستفاده منها؟ باروخ مرتبط ببورال بشكل كبير جدا، وهو دلوقتي في الشينبات وبيحاول بكل جهده انه يدخل الموساد، عشان كده بيتقرب من الجنرال ادان. اما سيرجنت لينا روكمان فهي بتشغل منصب مهم جدا، وانا زي ما تقول كده ابتديت اقرب منها. تحت اي مسمى يا بروف؟ كمان اكيد انت فاهم يا سيد اسماعيل. فاهم، انا سامعك، كمل يا بروفيسور. من خلال المجموعه دي ممكن نطلع معلومات كتير قوي اللي انتوا طالبينها. وبعد ما يجدد الاشتراك هيرجع يكمل سهرته كالعادة. المهم تكون متأكد انه هيعرف يستخدم وسيلة الاتصال الجديدة دي، هتسعفنا في اوقات كتير. هو متدرب عليها كويس. نفسي ينجح في تطوير علاقته بلينا روكمان. هينجح، ده ما بيتوصاش في العلاقات النسائية. اسرع واحد يوصل لأي ست، انا معرفش بيعمل لهم ايه، زي ما يكون ساحر. الفرصة هتكون في رحلة حيفا. لو نجح ان هو يخلي المجموعة كلها تحضر ويصورهم، هيبقى وفر علينا حاجات كتير قوي، وهيبقى خلينا نعرف حقيقة شخصية اللي اسمه باروخ ده. هو بيعمل اللي بيطلب منه طالما الفلوس بتخش في حسابه في بنك في امريكا. وعلى فكرة بقى، هو فرح بالهدايا قوي. لينا وادان وباروخ. يا فندم، معقول مش هنتفسح بقى ولا ايه؟ يعني نبقى في لندن وما نتفسحش ولا ليلة واحدة؟ والله انت رايق يا اسماعيل. ما صاحبنا خلاص، كلها ساعتين زمن وهتلاقيه خارج من مكانه معلي يونسه، والصبح هيطير. الراجل ده ما بيهمتش، ده مدوخ رجالتنا وراه، عمرو اشتكى من اللي بيشوفه. انت هتقول لي؟ ما انا شفت بنفسي انا كمان. انا اعرف اماكن هنا بتعمل عشاء هايل ومزيكا هاديه. ده بعد اذن سيادتك يعني. شوف يا استاذ، احنا قدامنا نص ساعه ممكن نلف فيها في الشارع شويه،
بعديها هننام بدري عشان نصحى بدري عشان ورانا حاجات، يعني ولا هينفع سهر ولا مزيكا هاديه. يا بتاع المزيكا الهاديه. مش قلت لك يا حبيبي مبروك الف مبروك؟ انا حاسه اني طايره من السعاده، عشان تبقى تصدقني بعد كده وما تشكش في اي كلمه انا بقولها لك. رال انت مش عارف انا من جوايا عامل ازاي، حاسس اني طاير وحاسس ان اللي فات من عمري كله كان سلم علشان يوصلني اللي كنت بحلم بيه، وفي الاخر وصلت. انت عرفت الخبر ده امتى؟ النهارده الصبح. كنت فين من الصبح لحد دلوقتي؟ مش هتصدقي. هحاول بس قول. فضلت الف في الشوارع وابص في وشوش الناس وعيونهم وعايز اصرخ واقول لهم يا جماعه ما تقلقوش ما تقلقوش، انا اتحطيت في المكان الصح. احنا هنتغر ولا ايه؟ ايه مش حقي ولا ايه؟ تتغر على الناس كلها الا انا يا حبيبي. الو، عرفتوف حبيبي؟ مين؟ انت فين؟ وحشتنا. مين؟ باروخ؟ ايوه هنا. ادان. ادان هاتي هاتي. عرفتوف جنرال؟ نعم. دلوقتي؟ لا طبعا طبعا. طب تحب نتقابل فين؟ داكو. شالوم. عايز يقابلني ضروري. وهيجي لك فين؟ هيجي لي بالعربيه قصاد باب الكازينو. قصاد الباب؟ طب ليه؟ غريبه. عشان الكلام اللي هقوله لك مش مفروض ان حد يسمعه وانا ما عنديش وقت. انت عارف ان انا كنت في مهمه ولسه يا دوبك جاي النهارده وماشي بكره الصبح. جنرال في ايه؟ انت قلقتني. هتروح معايا مشوار مهم. مشوار؟ مشوار فين؟ مشوار قبل كده رحته بس لازم تروحه الليله دي مره تانية. مشوار رحته قبل كده؟ ما تشغلش بالك. المهم انا متاكد انك انت مش محتاج ان انا اقولك انك تاخد بالك من كل حاجه هتسمعها النهارده وتشوفها، واوعى حد يعرف عنها حاجه. ها؟ ولا حتى مراتك. فاهم بارو؟ ولا حتى مراتك. فهمت فهمت يا جنرال. بس احنا رايحين فين؟ انا كنت اول واحد رشحتك للعمل في الموساد بعد ما شفتك وكلمت معاك في مصر. شفت فيك واحد واقف صف للأسف مش طويل اللي مؤهلاته تنفع للمكان ده، خصوصا بعد ما عانينا من ناس اللي هم فاهمين ولا عايزين يفهموا ويبدوا مصلحتهم الشخصية عن مصلحة الوطن، وهي دي أزمتنا. وأنا كمان من أول يوم شفتك فيه وأنا جاني الإحساس ده، لمحته في عينك وحسيته في نبرة صوتك، لدرجة إن كلامك كان بيرن في وداني في كل مرحلة بعدي فيها قبل ما أوصل هنا. اسمع باروخ، اختيار الموساد ليك ما جاش بشكل عشوائي ولا عاطفي، بالعكس ده تم على أسس علمية شديدة الدقة ونتيجة لمواصفات أغلبها متوفر فيك زي الذكاء والقدرة على الكتمان. آه بس في حاجات تانية لازم نتكلم فيها، ولا إيه يا جنرال؟ عشان كده أنا جبته عندك يا زكي. باروخ، انت مشكلتك الوحيدة الستات مديهم حجم في حياتك اكبر من حجمهم بكتير. ابدا عادي، يعني علاقات زي اي حد. بس انت شخصي مش عادي. احنا بنأهلك علشان تكون واحد من ابطال الوطن ده باروخ، وعشان ده يحصل لازم هتمر بظروف صعبة قوي وهتخضع لاختبارات نفسية شديدة القسوة باروخ، ولازم تراجع شريط حياتك من ايام ما كنت طفل صغير لغايه ما بقيت شاب وراكب المركب واقف على سطحها في 6 فبراير 1957 من ميناء اسكندريه، وانت جاي ورا حبيبه القلب فور بوريه. فاكرها؟ المهمه مش سهله باروخ، عشان كده لازم تتعامل معها على الاساس ده. بس انا متاكد ان انت قدها وقدود. اوكي ثانك يو.
البروفيسور في المطار وكان نظيف مفيش وراه اي مراقبه. عمرو هيفضل معاه لحد ما يطير. طيارة الساعه كام؟ بعد 4 ساعات. يعني الساعه 11. ده اللي عمرو قاله في مكالمته. كويس قوي. امن انت الشقه وحصلني على الكافيه. هنفطر هناك ونستنى وصولي وبعديها هننزل مصر على طول. ازيك يا يحيى؟ الحمد لله على السلامه. كويس انك جيت بنفسك، كنت عايزك ضروري. اقعد. حاضر. على ما اروح المكتب هتعمل اللي هقولك عليه. تحت امرك يا فندم. اديلك اسامي وعناوين الناس دي، عايزك تجيب لي كل كبيره وصغيره عنهم، ومفيش مجال لاي غلط يا يحيى. تمام يا فندم. واضح ان رحله لندن كان فيها شغل كتير قوي. المصدر 55 عمل لنا شغل مهم جدا، بس لازم نشتغل عليه من اللحظه دي. تمام يا فندم. دلوقتي انا هروح على المكتب وانت هتبدا الشغل على طول. تحت امرك يا فندم. هو بس اصل في ايه يا يحيى؟ كان في حاجه مهمه عايز اقول لحضرتك عليها. حاجه ايه يا يحيى؟ مدام سيادتك يا فندم. فريده؟ مالها؟ والله ما اعرف يا سياده، دي فجاه تعبت وفضلت تصرخ وروح قلبي نزفت قد كده. ادتني اسم دكتور هنا في المستشفى، كلمته بعت لها الاسعاف ومن ساعتها وهي جوه. كانت بتنزف؟ الدكتور اهو. ارجوك طمني يا دكتور. الحمد لله، هي الحاله كانت صعبه وشبه منتهيه. نزيف في الشهر السادس من الحمل ده شيء مش سهل ومحدش يتحمله، بس ربنا ستر. ايوه، يعني هي عامله ايه دلوقتي؟ هي ان شاء الله هتبقى احسن، بس ربنا يعوض عليكم في الجنين. انا اللي تهمني هي وبس يا دكتور. هي تحت تاثير البنج دلوقتي، بس للاسف اضطرينا نشيل الرحم. يا مصيبتي. ايه، مش عندكم احمد؟ ربنا يخليه لك. ونعم بالله يا دكتور. طب انا اقدر اشوفها امتى؟ تنايم كده من امبارح؟ مكانش ينفع اسيبك، كفايه اللي حصل لك وانا مش معاك. عرفت ان هم شالوا الرحم. المهم انت صحتك بالدنيا. كان نفسي اجيب بنت حلوه تبقى اخت لحمد. كفايه علينا احمد، ربنا يخليك ليه. كتب عليه عيش عمره كله لوحده. عيش لوحده ليه؟ ما انت جنبه، ربنا يخليك. تزعلان يا ده؟ انا الحاجه الوحيده اللي مزعلاني اني ما كنتش جنبك لحظه العمليه. والله كل التعب راح اول ما شفتك قصاد عيني، حسيت بنفسك معايا في الاوضه. جه من الدار للنار، اعتقد انه هيقعد فتره لحد ما يفوق من اللي هو فيه. ربنا يكون في عونه يا فندم. انا بعدت جبتك يا مؤمن عشان في حاجات كتير بخصوص شغلك بره عاوز اتكلم معاك فيها، بس ظروف ادهم لخبطت الدنيا شويه. عشان كده انا شايف من الافضل انك تقعد مع اسماعيل وتعرف منه نتيجه رحله لندن لحد ما نشوف هيعمل ايه. بس دي عمليه ادهم يا فندم، هو اكتر واحد ملم بيها. اي حد هيستلمها هيبدا من الاول. صعب قوي يبتدي من عند اللي انتهى عنده ادهم، لان اللي انتهى عنده ادهم ده ليه جذور قديمه وشغل سنين. انا مش عاوز اضغط عليه. ادهم بيمر بموقف انساني صعب وانا مشفق عليه. وبعدين كويس جدا الحاله دي ما تخليش عنده القدره على التركيز زي الاول. اعذرني يا فندم، مش دي تركيبه ادهم. قصدك ايه؟ مهما كانت الظروف اللي بيمر بيها ادهم، وهيقدر يوفق بين ظروفه وظروف شغله. والظروف دي مهما كانت هتاخد كام يوم وبعد كده هيركز في شغله. ايوه. بتقول ايه؟ امتى؟ طيب خليه يتفضل. الظاهر يا مؤمن انت تعرف ادهم كويس قوي. خير يا فندم. اتفضل.
تقرير سفرية لندن جاهز وكنت عايز اناقش بعض الامور مع حضرتك. طبعا يا ريت يبقى في وجود السيد مؤمن عشان نستفيد من تحليله للموقف، خصوصا اني حطيت في التقرير بتاعي خطة لتحريك المجموعة المختارة. الطعامة دي ايه الحلاوة دي؟ اسحاق نام؟ اسحاق نام. وحشتيني. كويس انك انت لسه فاكر انك عندك ولد ومراتك وبيتك وفي ناس مسؤولة منك. يا مارجريت ده لسه جاي دلوقتي حالا، اديني فرصة اخد نفسي. ونفسك مقطوع ليه بقى ان شاء الله؟ بتهيالي بيتنا مش بعيد قوي كده علشان يقطع نفسك. لا طبعا مش بعيد، مين قال انه بعيد؟ بقولك وحشتيني. معقول ما وحشتكيش؟ انا عارف اني مقصر. انت مش مقصر خالص باروخ، انت لغينا من حياتك. انا ممكن اغفر لك غياب شهر شهرين تلاتة واقول معلش عنده شغل ومش فاضي، لكن عشر شهور، عشر شهور دول لا يمكن يكونوا شغله بس. ده انا كنت جايب لك خبر يفرحك. ما بقاش عندي حتى الفضول ان انا اعرفه. معقول مارجريت كل الزعل اللي انت فيه ده بسبب ان انا غبت عليكي عشان شغلي؟ طب يا ست اعتبريني ضيف. للأسف باروخ انت صاحب بيت لكن ضيف في حياتي انا. ايه اللي بتقوليه ده؟ مصيبة كل الرجالة ان هما فاكرين نفسهم انصح من الستات ويقدروا يروحوا يعملوا نزوات وعلاقات ويخونوا وهما متأكدين إن مراتاتهم في منتهى الإخلاص معاهم. ما يعرفوش إن الإخلاص ده محتاج ضمان والخيانة كاس بيلف على الكل، واللي ريقه ناشف أكيد هيجي اليوم اللي هيشرب منه. تصبح على خير باروخ، أنا تعبانة وعايزة أنام. ما عرفتش أرد عليها، فضلت متسمر مكاني وكأنها عرتني قدام كل الناس وكشفت المستخبي، وعيونها كانت عاملة زي المراية بتعكس كل العلاقات اللي دخلتها، زي ما تكون كانت معايا لحظة بلحظة. بس بتقوله من غيظها باروخ. الكلام ده نور حتة جوايا كانت مظلمة ما كنتش شايفها ولا متخيلها، شايلة جواها سؤال صعب مفيش أي راجل ممكن يقدر يخرجه من جواها. معقولة مارجريت بتخني؟ معقولة بروفيت؟ ها؟ انت بتقول ايه باروخ؟ بس الحكاية كلها انها يعني لا ايه؟ مالك كده؟ فيكي ايه انت كمان؟ مالي باروخ؟ ما انا قاعدة عادي اهو مفيش حاجة. عادي ازاي اذا كنت من ساعة ما دخلت عليكي وانت مش على بعضك وعمالة تبص شمال وعمالة تبص يمين؟ مالك بتترعش كده ليه؟ بترعش ايه باروخ؟ ما انا قاعدة اهو بسمعك مفيش حاجة. انت مش قلتيلي ان جوزك سافر؟ اه ليه؟ امال الكاس ده بتاع مين؟ ده هنا من امبارح، كان قبل ما يسافر. من امبارح؟
والتلج ده كمان كان من امبارح مسحش. انت معاكي حد جوه؟ لا حد مين؟ معاكي حد جوه؟ انا لوحدي باروخ، مفيش حاجه. باروخ استنى، رايح فين؟ باروخ استنى. باروخ استنى، باروخ قلت لك استنى. قلت لك اني ما بحبوش وهو على طول سايبني. انا بعيش حياتي اللي مش لاقيها. انت مش حاسس بيا يا فاروق؟ مش حاسس بيا؟ مش قادر تفهم انا عايشه ازاي؟ عايز تموتني؟ عايز تموتني فاروق؟ ما بيعرفوش ان الاخلاص لازم له ضمان، والخيانه كاس بيلف على الكل يا باروخ، واللي ريقه ناشف اكيد هيشرب منه. باروخ انت سامعني؟ باروخ ترى انا ليا مكان هنا ولا امشي؟ لما انت ما بتشوفش مراتك ولا بتشوفني، امال بتشوف مين؟ ليندا، انا مش ناقص. انا مش بعاتبك، انا اخدت عهد على نفسي اني ما ادخلش معاك في حوار يضايقني، بس يهمني اعرف، اعتبره فضول. أنا شغلي مش مديني فرصة أعمل أي حاجة. شغلك ولا؟ ولا إيه؟ أظن اللهفة اللي أنا شفتها في عينيك ساعة ما شافتنا العقربة اللي أنا لسه مش عارفة اسمها إيه يخلوني أفهم. تفهمي إيه؟ أنت مش فاهمة حاجة خالص. أنا قلت لك مش هدخل معاك في حوارات. أمال اللي بتعمليه ده اسمه إيه بقى؟ باروخ، أنت جيتني ليه؟ اتضايقت إن أنا جيت؟ خلاص أمشي. لا، أنا مش قصدي كده. أنا بس يهمني أعرف. لما لقيت نفسي مش قادر ابات في البيت فضلت الف في الشوارع، وبعدين صورتك جت قصاد عينيا لقيت رجليا جايباني هنا. وهتقعد معايا قد ايه؟ مش كتير، انا ماشي بكره. انا كنت متاكده انك هتقول كده. ليندا، نقلوني من شغلي. ايه؟ ليه؟ عملت حاجه؟ اكيد كشف علاقتك بالعقربه اياها. طبعا هي شغلانه الشين بيت دي شغلانه عاديه، دي شغلانه حساسه، واللي فيها لازم يبقى قد المسؤوليه. نقلوني الموساد. الموساد؟ برافو سيد ادهم. هاي هاي احسن.
بابوك. هاي يا ادهم. عنتر ما بتسرحش مع حد الا سيادتك. عنتر ده حبيبي. ده بيبقى يوم عيد لما سيادتك بتيجي. ريحوا شوية عشان هو تعب قوي النهارده. ايه؟ برافو يا سيد ادهم. تعرف يا سيد ادهم انت سجلت رقم قياسي جديد. يا ريت تيجي تدخل معانا السبت. متشكر يا كابتن والله ربنا يخليك. بس دول شوية كده حلاوة روح. خسارة والله ما كنتش معانا في السبت يا كابتن. سلام يا سيد ادهم. سيد مؤمن. سألت عليك طوب الأرض. أخيرا قالوا لي إنك هنا. قلت فرصة أخرج من جو المكاتب ده. خير يا فندم تحت أمر سعادتك. أبدا عايزك في كلمتين. حاضر يا فندم تحت أمرك. يلا بينا نروح على الكافيتيريا. المية دي جت في وقتها. شكرا. المدام عاملة إيه دلوقتي؟ والله يا فندم الحمد لله لسه خارجه من المستشفى ودلوقتي في مرحله النقاهه. حالتها النفسيه ايه؟ صعبه قوي يا فندم. ساعات كتير بصحى بالليل على صوتها وهي بتعيط. بحاول اقول لها اي كلمتين وبعدين بتنام تاني. معلش ان شاء الله احمد يعوضها وينسيها. يعني هي مساله وقت مش اكتر. ان شاء الله يا فندم. كان باين عليك وانت على الحصان كأنك بتسابق. يعني يا فندم كانت طاقة زيادة أو شحنة كنت عايز أفرغها. بس خد بالك الحصان كائن ذكي جدا وبيحس بصح. سيد مؤمن سيادتك قلقان من حاجة معينة؟ بصراحة آه. رغم إني قلت للسيد رأفت إن أنت قادر على تجاوز أي محنة أو أزمة وأنت أثبتت ده فعليا. لكن أنا شايف إن أنت بتقاوح مع نفسك وده ما ينفعش في شغلنا يا أدهم. أنا عارف ده كويس يا فندم. ما أنا عارف إنك عارف. بس أنا عايز أكلمك على شوية حاجات. أنا من أول ما شفت سيادتك هنا وأنا عارف إن في موضوع حضرتك هتكلمني فيه. يا ريت أسمعها يا فندم. شغلتنا رغم قسوتها إلا إنها ممتعة ومغرية جدا. بتخلي الواحد يقاوح مع نفسه عشان يوصل للي هو عايز يوصل له. وده كويس. لكن لازم يتم في إطار علمي دقيق. الحماسة شيء كويس جدا. بس ممكن تقلب العشوائية وساعتها مش هتضر نفسك بس هتضر بلدك كمان. ودي أمانة اتحطت في رقبتنا وما عندناش اختيار غير إننا نصونها ونبقى قد المسؤولية. وأنا عارف إنك قد المسؤولية. قدها يا فندم بإذن الله. أكيد أنا مش محتاج أقول لكم أنتوا بتتعاملوا مع مين. وأكيد حرب يونيو أثبتت مين هي المخابرات الإسرائيلية وعرفت العالم كله حجم قوتها. ولما تكون فرد في الجهاز ده لازم تبقى مؤهل نفسيا ومتأكد انك لازم تخرج من هنا بطل وتنضم لقائمة الأبطال بإنجازاتك ونجاحك في صد أي عدوان خارجي ضد الوطن. باروخ زكي مزراحي. أفندم سيدي. انت هيكون لك تدريبات خاصة بعد التدريبات اللي هتشارك فيها زمايلك. ده طبعا لأنك هتكون متخصص في قضايا التخابر مع أكبر وأهم عدو لينا مصر باعتبارك عشت فيها وعلى دراية كبيرة بكتير من جوانبها. وأنا جاهز سيدي. هنحيطك بنواحي عديدة تخص مصر في الوقت الراهن وأتمنى تكون زي ما سمعنا عنك. أكيد سيدي. Thank you.
أليكس. إيه الغيبة الطويلة دي؟ وحشتني قوي. وأنت وحشتني أكتر فرادي. تعالى اتفضل. اتفضل. ميرسي. عفوا. كانت رحلة طويلة المرة دي؟ الرحلات العلمية زي ما أنت عارفة بتتقسم الوقت، بتتقسم المعلومات اللي بتطلعي بيها منها. مبسوطة قوي إن أنا شفتك، رجعت إمتى؟ من 3 أيام بس. قولي لي، إيه أخبار الجماعة كلهم؟ أبو عياد والجنرال ومراته الكئيبة دي. مش عاوز تسأل على لينا؟ فرال، أنت داهية. أليكس، إحنا أصحاب، وأعرف أحس بيك كويس قوي. طب ولا تزعلي يا ستي. كلهم أخبارهم إيه؟ ما شفتش حد فيهم من يوم لما أنت سافرت. ولا حتى أبو عياد؟ ولا حتى أبو عياد، من يوم شغلانته الجديدة ما بشوفوش خالص. شغلانته الجديدة؟ أبو عياد اختاروه في الموساد. هايل، هو كان بيسعى كده. حقق اللي هو عاوزه بمساعدة أدان. مش تعرف إن معارفي بيعملوا المعجزات؟ طبعًا. ده خبر عظيم جدًا. الولد ده بيحب السيد لدرجة العشق. وأكيد هيبقى حاجة كويسة قوي في الموساد. إلا هو فين من دلوقتي؟ بيقضي فترة التدريب ومش بشوفه خالص. طب تقولي لي بقى إن لينا كاين بقت وزيرة وإن الجنرال بقى رئيس وزراء. مش بعيد. أنا وشي حلو على كل الناس. لا، أنت وشك أحلى من كل الناس. حبيبي بجد وحشتني. من حق. أنا مش كنت وعدتكم بيوم نقضيه مع بعض على البلاش في حيفا؟ أهو ده الوقت المناسب علشان نعمل اليوم ده، إيه رأيك؟ أنا أكيد ما عنديش مانع، بس إيه رأيك في كاس فودكا حلاوة وصولك؟ كاس واحد بس، أنا عندي شغل بدري بكرة ولازم أنام. أوكي. ادخل. أول رسالة من المصدر 55 بالوسيلة الجديدة. الشفرة اتفكت؟ ما كانش ينفع أقراها بسعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللعب حلو قوي بقى على كبير قوي. خير يا فندم؟ أنا طلعت صح يا إسماعيل. طلعت صح. إيه؟ المصدر 55 وصل لحاجة؟ أبو عياد التحق بالمخابرات الإسرائيلية الخارجية الموساد منذ حوالي 3 أسابيع. ده كده بقى هدف مهم جدا يا أدم. وأعتقد يا فندم إن هما بيجهزوه عشان يرجع مصر تاني. تقصد إنه مشروع عميل للموساد في مصر؟ غالبا يا فندم، هو ده اللي أنا كنت متوقعه. أيوة، بس ده مش هيبقى أي عميل، ده ضابط في المخابرات الإسرائيلية، يعني أكيد هيكون على أعلى مستوى من التدريب والحظر الأمن. أكيد يا فندم. العملية مش هتبقى سهلة، دي حرب أجهزة مخابرات، وكل جهاز هيحاول يستخدم أحدث الطرق العلمية وأقصى جهد عقلي وبدني كمان. وهي دي الفرصة اللي أنا مستنيها من زمان يا فندم. انت مستعد لها يا ادم؟ ومشتاق لها يا فندم.